توسع ان شاء الله اتجاه الموضوع ده باذنك انت يا رب. طبعا كنا بنتكلم قبل ما يدخل معانا معالي السفير ويأكد ان دور مصر حاليا دور مهم في التكتلات اللي بتحصل اقليميا ودوليا، وده دور مصر ودي مكانة مصر العظيمة منذ قديم الازل. يعني برضه حابين نرجع تاني على موضوع صندوق النقد الدولي، ومعانا الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. مساء الخير عليك يا دكتور. كنا بنتكلم على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لما تحمله المواطن من اعباء، وان هو اتكلم بمراجعه صندوق النقد الدولي عشان خاطر المواطن البسيط وعشان ما تحملش اعباء اكتر من الضغوط الموجوده يعني، فحابين نفهم برضو من حضرتك اتجاه الموضوع ده. بس انا عايز اكد ان مصر مستمره في مسارها الاصلاحي، ومسارها الاصلاحي يعني لا رجعت عنه. التعاون مع الصندوق هو تعاون استراتيجي، تعاون مرن. مصر نفذت برنامج ناجح جدا مع الصندوق في الفتره من نوفمبر 2016 نوفمبر 2019. لكن احنا شفنا يعني مش هتكون اول مراجعه، لان دخلنا بعد فتره كورونا كان لنا مرونه، كان هناك مرونه كبيره ما بين مصر وما بين الصندوق، وهناك مشاورات عديده. التغيرات الشديده اللي موجوده في المنطقه الصندوق بيراعيها، الصندوق نفسه وبدون اي مفاوضات مع مصر او مع غيرها من الدول اصدر قرار بخفض كبير في الرسوم الاضافيه على الاقراض للدول اللي بتحصل منه على قروض. اذا من حيث المبدا كون ان مصر او السيد الرئيس وجه بمراجعه توقيتات او مراجعه عناصر الاتفاق مع الصندوق، من حيث المبدا ده شيء طبعا بيعبر عن ان السيد الرئيس بيشعر بما يشعر به المواطن، وان هو عنده مرونه في اتخاذ القرار، وبيدعو المؤسسه بيدعو مؤسسه الصندوق النقدي الدولي ان هي تكون مرنه ايضا مع مصر. البرنامج الاصلاح الاقتصادي في الاساس هو برنامج مصري، كون ان هو متوافق مع افكار الصندوق ومبادئه ده سهل لنا الحصول على قرض منخفض التكلفه على شرائح. بالتالي فان هناك زياره مرتقبه لمديره الصندوق جايه قريب، وهيكون هناك طبعا اتصور ان احنا استوفينا النقاط المتعلقه بالمراجعه القادمه، يعني الحديث هيكون عن المراجعه ما بعد القادمه، انما المراجعه القادمه اتصور ان معظم النقاط تم استيفائها. المرونه اتصور ان الصندوق نفسه الصندوق هيكون مرن معانا، ولكن هو الصندوق بيحب يفهم، لان هي الصندوق كل قضيته انك ايه؟ هتقدر تسدد القروض ولا مش هتقدر؟ لا عندك جدول ولا ما فيش عندك؟ أيوة جدول، عندك برنامج ولا ما فيش؟ احنا عندنا جدول وعندنا برنامج وعندنا اليات، بالتالي فان انا اتصور ان هيكون هناك مرونه وهيكون هناك الامور طيبه مع الصندوق. تمام، بنشكرك جدا يا دكتور وليد. زي ما كده اوضح لنا الدكتور وليد وكلمنا ان الصندوق ده طبيعي قابل ان هو يتناقش مع كافه الدول، وده حق للدول كلها اتجاه صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق بيحاول يامن نفسه بشكل او اخر. لو هنتكلم كده بشكل مبسط، انا النهارده معايا ماليه معينه تتحدي فلوس، فمحتاج اعرف هاخد فلوسي دي ازاي، فبيكون بينا اتفاقيات بشكل او باخر عشان نقدر نسدد الالتزامات اللي ما بيننا. وطبعا دور الدوله المصريه دائما وابدا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حسس وملامس للشعب لمراجعه بعض الشروط خطوات التنفيذ نفسها عشان خاطر الغلاء وعشان 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 حاجات كتير. طيب عايزين نتكلم برضو عن امر اخر وامر مهم، وعايزين نتكلم عن اسعار السلع. ايه بقى حكايه البيض؟ هو طبيعي ان سعر كرتونه البيض يوصل 180 جنيه و200 جنيه؟ يعني المواطن مش عارف يتحمل الضغوط ويلاحق ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني مش كفايه المصاريف اللي زادت على المواطن؟ طب النهارده حتى البيض ده كلنا بنحبه، الكبار والصغار والاطفال، مره يعملوا بيض مسلوق، مره بيض اومليت، مره بيض شكشوكه، مره بيض بالفول، مره بيض بالسمنه البلدي، طب الناس هتاكل ايه؟ ابسط شيء البيض. هنا بقى في سؤال بيطرح نفسه، المواطن هيجيب الزيادات دي منين عشان يكفي اللي بيحصل ده؟ والعجيب والاعجب ان سبب الغلاء ده ملوش اي معنى ولا داعي، مره اصل الكرتونه، مره اصل دوره الانتاج بتاعت الفراخ، مره اصل الفراخ تبطلت تبيض. طب ايه يا جماعه ليه كده؟ يعني احنا محتاجين نراجع انفسنا. يعني النهارده الدوله المصريه اتحركت اتجاه الاستيراد عشان تنزل الاسعار،